صحيح، والحقيقه يمكن احنا قلنا كلام كتير قوي امبارح. طبعا كانت في ضيافتنا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، وكان طبعا مع احتفالنا بوجوده معانا، مع احتفالنا بالفوز بالبطوله وحسم البطوله قبل 7 ماتشات من نهايتها. كان في نفس الوقت فرصه الحقيقه ان احنا نفتح كتير من الموضوعات اللي بتهم جمهور الاهلي، كتير من علامات الاستفهام. وانا يمكن قلت لحضراتكم للي ما تابعش حلقه امبارح على الهواء او حتى ما تابعهاش على السوشيال ميديا، انه احنا امام موسم صعب واستثنائي. الارقام القياسيه اللي بيحققها الاهلي وحسم البطوله قبل 7 اسابيع من نهايتها مش ممكن ابدا تكون خادعه، او ممكن حد يصور انها بطوله سهله، على العكس مطلقا. انا قلت لحضراتكم انه في اسباب كتيره جدا تخلي البطوله دي على وجه التحديد واحده من اصعب البطولات، لاسباب او اعتبارات ليها علاقه بالملعب وبره الملعب. قلنا طبعا انه فريق بحجم النادي الاهلي وبحجم تاريخه وبحجم جماهيره وبحجم بطولاته وانجازاته لعب بطوله بدون جمهور، وحضراتكم عارفين قد ايه جمهور الاهلي ليه تاثير كبير جدا. كلمنا على غيابات بالجمله، انا بكلم حضراتكم على من اول حراسه المرمى لغايه المهاجمين، غاب لعيبه اعتقد ان هم بيمثلوا قوام فريق رئيسي، يعني فريق يقدر ينافس فريق الاهلي في بطوله الدوري برضه. ورغم الغيابات دي ايا كان سببها، انا مش عايز اخش في الاسباب المختلفه، منها ايقاف، منها استغناء، منها تجميد، منها اصابات والى اخره، لكن رغم كده قدر الفريق يحافظ على مسيرته في البطوله ويحسمها قبل نهايتها بفتره طويله. الحرب النفسيه، وحضراتكم جماهير الاهلي يمكن تكون اكثر درايه واكثر وعيا مني قد ايه النادي الاهلي واجه كم كبير جدا من الاشاعات ومحاولات مستمره لضرب استقرار الفريق على مدار الموسم، منها ما يتعلق بمجلس ادارته، منها ما يتعلق بالجهاز الفني، منها ما يتعلق بنجومه ولاعيبته، وده كله الحقيقه كانت محاولات مستميته لمحاوله ضرب الاستقرار اللي يمكن يعود الفضل الاول والاخير فيه لاداره النادي الاهلي، سواء الاداره الفنيه او طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي اللي حرصت دايما انها تكون في ظهر الفريق ودعمته في اوقاته الصعبه، وقدر يتجاوز كل المطبات الصعبه في مشواره عشان يوصل للبطوله. قلنا كلام كتير قوي امبارح، وقلنا كلام كتير مهم، وقلنا ووضحنا كتير من علامات الاستفهام اللي ما كانش ينفع. يعني خدوا بال حضراتكم، انا وكل زمايلي في قناه النادي الاهلي، مش بس في السادسه ساره، في كل البرامج، في اوقات كتير جدا بنبقى عارفين انه في موضوعات معينه هي الشغل الشاغل للجمهور، او علامات استفهام مستني الجمهور انه يسمع ردود عليها او توضيح ليها، لكن في وقت من الاوقات خدوا بال حضراتكم، انا قلت ده برده امبارح وبعيده وبكرره وهعيده واكرره، ان التوقيت مهم جدا، توقيت طرح الموضوعات او توقيت طرح التساؤلات اللي هي مشروعه على فكره. وانا يمكن لما اكون قاعد في مقاعد الجماهير، لما اكون قاعد في مدرجات الدرجه الثالثه بسال نفس الاسئله ومنتظر عليها اجابات، لكن التوقيت بيبقى حاسم ومهم. ومن وجهه نظر القائمين على الامور المتعلقه بملف كره القدم في النادي الاهلي، من الوارد جدا يبقوا توقيت طرح الموضوع ده او التساؤل ده مش في محله، وممكن تكون الاجابه او التوضيح ليها اضرار سلبيه اكتر بكتير جدا من النواحي الايجابيه فيها، وبالتالي تاثر بشكل سلبي. وده اللي ما اعتقدش انه في اي حد منتمي او عاشق للنادي الاهلي والفريق النادي الاهلي يرضى بيه في اي حال من الاحوال.